موقع رسمي للنادي الأهلي، وقال محمد عادل المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد الرجال في النادي الأهلي أن تركيز الفريق دلوقتي منصب بشدة على انطلاق مشواره في مسابقة الدوري، وأن الفريق بيدور على تقديم عروض قوية خلال الأسابيع. وكمان قال أن المباريات القادمة الجهاز مركز جدا فيها، وأكد أن الفريق بيواصل تدريباته استعدادا طبعا للموسم الجديد. كمان أكد حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة في النادي الأهلي كرة الطائرة سيدات إن فترة الإعداد للموسم الجديد ماشية بشكل كويس جدا، وأكد طبعا إن الفريق بيواصل تدريباته اليومية بشكل مستمر استعدادا للموسم الجديد. كمان معنا خبر بيقول ان النادي الاهلي توج بكاس العام لبطوله الاساتذه للسباحه، واللي اقيمت امبارح الجمعه بفرع مدينه نصر على روح دري عبد القادر بمشاركه 500 سباح من مختلف الانديه وتحت اشراف منطقه القاهره للسباحه. توج النادي الاهلي بالكاس العام للبطوله بعد ما حصد السباحين في النادي الاهلي اكبر عدد من النقط والميداليات عشان يتوج النادي الاهلي بكاس الرجال والسيدات، وده في حضور رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن وائل عزت رئيس العاب المياه في النادي الاهلي. مساء الخير على حضرتك. يا فندم مساء الخير على جمهورنا العزيز. منورنا. ربنا يخليك، واحنا يعني عارفينك سباحه قديمه وسباحه جميله. الله يخليك يا كابتن وائل، كنت موجوده ايام كان كابتن محرم الراغب هو مدير العاب المياه. واسماء كانت معانا يعني. كانت مدربه معاك واختي. طيب خليني الاول ابارك لحضرتك طبعا على الفوز ده، وده طب يعني انا لما كنت بلعب سباحه ده كان الطبيعي، ده كان الطبيعي، ما كانش فيه بطوله بيدخلها النادي الاهلي او بيدخلها سباحين النادي الاهلي غير لما بناخد في الاخر الدرع العام، مش جديد على النادي الاهلي. بس عشان احنا نبقى صراحه يعني صريح معاكم، احنا اول مره بنعمل البطوله دي على النادي الاهلي. احنا المصدر ما كانش فيه عندنا اهتمام قوي بيها، انت عارفه ان كان اللي بيهتم بالمصدر او اللي هي الاساتذه كان نادي هليوبس ونادي الجزيره. صحيح. ونادي سبورتنج ونادي هليوبس الجزيره وسبورتنج والشمس. طب كابتن وائل ممكن بس حضرتك توضح لنا الماسترز دي اللي هم فوق السن؟ لا هو الماسترز بتبدا من فوق 25 سنه الى 110 سنه. فاحنا بتقسم مراحل. احنا امبارح يعني كان في سباحين عندنا 95 سنه وبيعوموا. كان منظر جميل جدا، احنا بنتكلم في بطوله قوامها 500 سباح وسباحه. صحيح. من جميع انديه مصر، جاي لنا ناس من المنصوره، من دمياط، من اسكندريه، من بورسعيد، من اسماعيليه، انديه القاهره والجيزه كلهم شاركوا. اول مره تتعمل في النادي الاهلي، كان في عرس جميل. احنا كلنا كنا مبسوطين، بتقابلي كل السباحين القدام، في ناس جايه من السعوديه، في ناس جايه من كندا. صحيح صحيح. فيعني احنا مش عايز اقول لك طبعا المنظر كان مشرف، انا بشكر كل الناس اللي قامت على تنظيم هذه البطوله من منطقه. انا فاتتني البطوله دي والله يا فندم، فاتتني البطوله دي. كان بتنورينا. البطولات جايه على فكره، احنا بطوله الجمهوريه اللي جايه كانت معموله في نادي سموحه. كل السباحين والسباحات طلبوا من او مندوبين الانديه طلبوا ان هي تعمل في النادي الاهلي. المنظر الجميل اللي اتعمل، بطوله جميله، في عشاء بعديها، الناس كلها بتشارك، حاجه جميله بتخلي الواحد بيحافظ على الرياضه دايما. خصوصا انت عارفه موضوع مجال السباحين بيبقى مجال مفتوح. صحيح. قبل ناس بقى مالك 20 و30 سنه ما قابلتهمش. صحيح. بيعملوا زي ريونيون بقى للكوميونتي بتاع السباحه مره ثانيه. يعني الحمد لله، وبقول لحضرتك يعني كل الناس كانت موجوده وكل الناس مبسوطه، والواحد والله ببقى فرحان. يعني التتابعات، يعني احنا وهليوبس وكثيره التتابعات لغايه اخر لغايه التاتش بنكسبهم، يعني ناس كبيره مش ناس صغيره. بقول لحضرتك في ناس 70 سنه وفي ناس 85. طيب حضرتك ممكن توضح لي يا كابتن وائل، من 25 المراحل السنيه اللي بتدخل دي بتبقى من 25 25 لغايه 30، من 30 ل 35، من 35 ل 40. كل خمس سنين مرحله لوحدها. خمس سنين، وفي ساعات بتفتح 10 سنين. واخد بال حضرتك؟ وبتتقسم بقى المراحل العمريه دي كل سبع، يعني مثلا 50 حره من 90 لغايه 80 في مرحله عمريه بينزلوا السباقات والتصفيات بتاعتهم. يعني كمان الماسترز فيها شورت كورس. هي كلها شورت كورس، يعني احنا بنلعب شورت كورس 50، يعني احنا كلها بنلعبها خمسينات،
لان خدي بال حضرتك برضو الاعمار السنيه صح ما فيش نفس صح نفتحها قوي. فلا الحمد لله انا يعني مبسوط جدا. بقول لحضرتك ناس كتير شاركت في انجاح هذا العرس الجميل اللي احنا عملناه، وربنا ان شاء الله يسهل ونعمل بطولات ثانيه وتبقى على العز نفس هذا المستوى ان شاء الله. بشكرك جدا كابتن وائل عزت رئيس العاب الميه في النادي الاهلي، كل التوفيق طبعا لمجتمع السباحه في النادي الاهلي، دايما كده مشرفين النادي الاهلي ورافعين راسه فوق. طيب دلوقتي ميعادنا مع فاصل قصير وان شاء الله هنرجع بعد كده معاكم وهنتابع بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.